أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج موزايك، معكم فيها أنا أمين العمدوني. وفي موضوع حلقتنا نتحدث عن وضع المعالم الأثرية في تركيا بعد زلزال السادس من فبراير وسبل بناء ما هدم منها وصون ما بقي سليما. وفي موضوعاتنا أيضا سرد قصصي ممتع لأحداث التاريخ، أكسب المسلسلات التاريخية إقبالا يتجاوز حدود شهر رمضان. ترانيم وأناشيد تصدح في كل زوايا المسرح لجوقة حضارة أنطاكيا، وأصوات شجية تغني تخليدا لذكرى ما فقدتهم أو من فقدتهم من أعضائها في زلزال السادس من فبراير. الجوقة التقت عشاق الفن في كولتور بارك بمحافظة إزمير في حفل موسيقي تضامني لتخفيف آلام متضرري الزلزال المدمر، ودعما لحملة إيجار منزل واحد التي أطلقتها بلدية إزمير وللتبرع بعائدات الحفل للضحايا. جوقة حضارة أنطاكيا التي تضم فنانين هواة من أصول عرقية وديانات وطوائف مختلفة وحدتهم الموسيقى، تنظم أيضا سلسلة حفلات تضامنية في المدن التي دمرها الزلزال لنشر رسائل الحب والسلام. سعي لا ينتهي وحراك تضامني لم يتوقف رغم مرور أكثر من شهرين ونصف على زلزال جنوب تركيا، حيث عقد مزاد لبيع الكتب والتبرع بأرباحها لحملات دعم الضحايا. هي مبادرة خيرية انتظمت في سوق الكتب المستعملة بمنطقة أسكودار في مدينة اسطنبول، وحظيت بدعم من عدد من الشعراء والكتاب المشهورين الذين تبرعوا بسخاء بنسخ موقعة من كتبهم للمزاد. كما تم تضمين الأعمال الموقعة للكتاب والشعراء الراحلين. ويتبرع المزاد بهذه الأموال لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد لمساعدة الضحايا وإعادة الإعمار. أديامان واحدة من أكثر الولايات التركية التي تضررت بسبب الزلزال، ودمرت بعض معالمها التاريخية على غرار مسجدها الكبير، فيما صمدت الأطلال التاريخية والتماثيل الضخمة في جبل نمرود دون أن تصاب بأي أضرار تذكر. ويعد هذا الجبل إحدى ركائز الإرث الثقافي العالمي وعلى متحف مفتوح في العالم، وتحفظ قمة أنقاض مملكة كوماجين، كما نجت فيها مدافن تعود إلى 1800 عام، واستضافت العديد من الحضارات إضافة إلى عملات معدنية تعود إلى القرن الثاني الميلادي عثر عليها في أثناء عملية التنقيب. على وقع رقصة البهوة التقليدية دخلت ولاية أسام شمال شرق الهند موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ففي ملعب ساروساغايا أقيم أضخم أداء جماعي لهذه الرقصة بمشاركة أكثر من 11,000 راقص شعبي و2,000 عازف طبول. الأداء الجماعي أقيم ضمن احتفالات مهرجان رونغالي بيهو التي تقام في ولاية أسام مع انتهاء موسم الحصاد. وتقيم الولاية 3 مهرجانات بيهو خلال العام بالتزامن مع المواسم الزراعية. ويعد رونغالي بيهو الذي يصادف منتصف إبريل الأبرز بينها، كونه يرمز إلى بداية حياة جديدة. عاصمة التعايش الديني والثقافي في تركيا هاتاي تعاقبت عليها حضارات عديدة واحتضنت أولى أبجديات الديانة المسيحية. مر بها زلزال السادس من فبراير فألحق الضرر ببعض كنائسها العتيقة ودمر بعضها الآخر، لكنه لم يحطم أمال أهلها في إحياء ما تهدم من إرث عريق وصيانة ما تبقى منه. نترككم مع هذا التقرير الذي وافتنا به زميلتنا خديجة العمري من هاتاي، نتابع.
في داخل هذا الجبل المطل على أنطاكيا كنيسة منحوتة في قلب الصخور، إنها كنيسة القديس بطرس، أو كما تعرف في تركيا بكنيسة سانت بيير. الدخول إلى هذه المغارة رحلة حقيقية عبر الزمن، فهنا كتب التاريخ قبل نحو 2000 عام أبجديات المسيحية الأولى، وهنا ألقى القديس بطرس أحد حواري نبي الله عيسى عليه السلام الاثني عشر أول خطبة له. موقع المغارة المرتفع النائي كان سبباً في اختيارها مكاناً يجتمع فيه المسيحيون الأوائل سراً خوفاً من بطش رافضي دعوتهم. وفي الداخل لا تزال معالم الكنيسة الأولى تتجلى للعيان، كهف منحوت بعمق 13 متراً في صخرة كبيرة، وأرضية من الفسيفساء، وبئر ماء للشرب والتبرك. تضررت الكنيسة عدة مرات، إما بسبب الحروب أو الزلازل، وأعيد ترميمها عبر التاريخ، خاصة في فترة حكم الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث. تاريخ عريق أتى عليه مجدداً زلزال 6 فبراير، فأغلقت كنيسة سانت بيير أبوابها بفعل بعض الأضرار التي لحقت بجدرانها. أما كنائس الطوائف الأخرى، مثل كنيسة الروم الأرثوذكس العتيقة المجاورة لمسجد حبيب النجار في أنطاكيا، فتحولت إلى أنقاض، ولم يتبق منها إلا صور نجت من الكارثة. وليس ببعيد عن هنا، صمدت بعض الكنائس في إسكندرون بولاية هاتاي، بل وتحولت إلى مراكز لإغاثة المتضررين. هذه كنيسة القديس جورج، وهي للروم الأرثوذكس في إسكندرون، شيدت عام 1585، وهي من الكنائس التي صمدت بوجه الزلزال. منذ اليوم الأول للزلزال نقدم للمتضررين وجبات ساخنة ومساعدات عينية، ولا نخص بها المسيحيين من طائفتنا وحدهم، بل نشمل جميع مواطنينا وإخواننا المحتاجين. أسس هاتاي الإسكندر الأكبر عام 300 قبل الميلاد، وتوالى عليها عبر التاريخ الإغريق والرومان والبيزنطيون والفرس والعرب والعثمانيون. قول السكان هنا إن الأخوة والمحبة جمعت أهالي هذه البقعة الجغرافية في بوتقة الانصهار الحضاري، واليوم شكل زلزال 6 فبراير محطة فارقة أخرى في تاريخها، فهم يتقاسمون الألم ويحدوهم الأمل بإعادة إحياء ما هدم من كنائس ومساجد وكنس ومعالم ثقافية وحضارية. نعيش معا في هاتاي منذ زمن طويل، مسلمين ومسيحيين ويهود. الأخوة والمحبة لم تبرح أرضنا قط، لأنطاكيا تاريخ عريق يجمعنا، لكنه تدمر بفعل الزلزال. مسجد حبيب النجار تهدم، وكنيستنا الواقعة بجانبه دمرت بالكامل، وقضى مسؤول الكنيس اليهودي تحت الأنقاض، لكننا نؤمن أننا جميعاً سننهض ونعيد بناء ما تهدم. في كل مرة مر فيها زلزال من هنا، كانت هاتاي تنهض وتنفض عنها رماد الكارثة لتحيا من جديد كالعنقاء، وتعيد بناء ما تهدم من أبنيتها وتراثها وحضاراتها الصامدة منذ مئات السنين. على مدى 14 قرناً تعاقبت حضارات وثقافات مختلفة على هذه الأرض، وتعايشت الأديان معاً، فكان المسجد والكنيسة والكنيس في شارع واحد. زلزال 6 فبراير حول تاريخاً كاملاً إلى ركام، يتطلع السكان هنا إلى عملية إعادة بناء تراثهم من جديد وبث الحياة فيه. خديجة العمري، تريتي عربي، لبرنامج موزايك، إسكندرون، هاتاي.
تهدم الزلازل الأماكن لكنها تعجز عن هدم التاريخ الذي يسكن فيها. قد تنهار القصور والمتاحف وتتداعى جدران الجوامع أمام تلك القوة الآتية من أعماق الأرض، لكن الحضور الوجداني والتاريخي الكامن في تلك المعالم يجدد نفسه مع كل عملية ترميم تعيد إليها الرونق والجمال. السادس من فبراير الماضي ألقى بظل ثقيل على الكثير من الأبنية الأثرية وترك كثيرا منها بحاجة إلى ترميم بل وحتى إعادة بناء كاملة. عن وضع المعالم الأثرية بعد الزلزال وترميمها يسعدنا أن نستضيف معنا هنا في الأستوديو البروفيسور الدكتور حسن فرات دكير. أهلا بك سيد حسن. إذا بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، كلنا نعلم أن العديد من المباني التاريخية والمواقع الأثرية تضررت وبعضها دمرت بالكامل. ما هي خطتكم لترميم هذه المباني التاريخية التي تعرضت للضرر؟ كما تفضلتم، في هذا الزلزال والكارثة الطبيعية الكبيرة مباني كثيرة تضررت، في مقدمتها المباني التاريخية، لكن كما تفضلتم أيضا المباني التاريخية هامة جدا، فمهما بذلنا من قصارى جهودنا لا يمكن إعادتها، لأن هنالك سنوات كبيرة مرت عليها بالإضافة إلى المستلزمات الهندسية المستخدمة. فكل صيانة لهذه، كل عملية صيانة وترميم لهذه المباني والآثار التاريخية دائما تحتاج المزيد من الاهتمام والرعاية، فالعودة إلى رونقها القديم يصبح مستحيلا، ولكن نحن نحافظ عليها ببذل قصارى جهودنا من أجل الحفاظ على رونقها التاريخي والحفاظ على شكلها التاريخي القديم، واستخدام مستلزمات بما يتوافق مع ذلك البناء والمحافظة على الأصل والرونق والحقيقة التاريخية لهذه المباني والآثار التاريخية. ودائما تعلمون بأن تركيا أيضا هي غنية بالآثار والمعاني والقيم التاريخية، فالحفاظ عليها واجب ومهمة ملقاة على عاتقنا. أما بالنسبة للخطة فهنالك هذه المباني وكتيبات موجودة لنا، نقوم بتقييم حجم الضرر في هذه المباني، وبالتالي التخطيط من أجل إعادتها لرونقها. لا يمكن إعادتها إلى ما كانت عليه، فهي حوادث مؤلمة، ولكن بذل الجهود من أجل الحفاظ على شكلها هو هدفنا. وفق تقديركم ووفق تجربتكم، ما هي أهم الإجراءات التي يجب اتباعها خلال تنفيذ عمليات الترميم حتى تتمكن هذه المباني من مواجهة أي كوارث طبيعية أخرى؟ في الحقيقة كما تعلمون، الحفاظ على التصميم الحقيقي لهذه الآثار والمباني، فكما تعلمون هي مباني عائدة إلى مئات السنوات، فالتصميم والخطة الأساسية لأول بناء دائما هي بداية دراستنا من أجل إجراء عمليات الترميم. إذا كان هنالك أخطاء في البناء الأساسي فالترميم يكون أصعب، أما إن كان منذ البداية من الناحية الهندسية سليمة فطبعا الترميم يكون أسهل. أيضا استخدام المستلزمات في عمليات الترميم هو هام جدا، فالحفاظ على رونقها التاريخي أيضا هو عائق كبير أمامنا. أيضا كما تعلمون مئات السنوات تمر
أو مرت على هذه البنايات، وبالتالي الآن الخطط والمخططات الهندسية والتقنيات المستخدمة أيضا قد تغيرت. هنالك العديد من الأخطاء أيضا، لربما البنية التحتية أي الأساس أو المستلزمات أو الشكل الهندسي. دائما أركز على أول عملية بناء وترميم لها هو الأساس لنا. قليلا للتاريخ، كيف تعاملت الدولة العثمانية وما هي أهم الإجراءات التي اتخذتها لحماية المعالم الأثرية من الزلازل التي عاشتها خلال تلك الفترة؟ بالطبع الزلازل الكبيرة في عام 1526 وعام 1600 وعام 1700 أيضا، في تلك السنوات تعرضت إسطنبول إلى زلازل كبيرة أدت إلى انهدام وتضرر العديد من المباني التاريخية، في مقدمتها الجوامع والكنائس، لكن الدولة العثمانية دائما أعطت لهذه المباني أهمية كبيرة، وكان هنالك بعض الخيارات في جامع أيوب وجامع فاتح، فعوضا عن الترميم كان هنالك قرار ببناء تلك الجوامع والمباني من البداية، لأن عمليات الترميم كانت صعبة جدا والزلازل والكوارث كانت كبيرة جدا. لذلك هنالك العديد من المباني تم تصميمها والتخطيط لها وفق التقنيات والتكنولوجيات الموجودة في تلك السنوات، لكن أركز مرة أخرى نحافظ على الشكل الأساسي والمستلزمات الأصلية المستخدمة في بناء هذه المباني. أيضا أريد التركيز على النقطة، لربما بعض عمليات الترميم تكون خاطئة فتؤدي بشكل أو بآخر إلى عمليات الترميم المتتالية، فدائما التركيز على عملية الترميم الأولى هي هامة جدا، عملية البناء الأولى والترميم الأولى. لو تحدثنا عن تجربة المعمار سنان والاحتياطات والإجراءات التي اتخذها لحماية الآثار في تلك الفترة. بالنسبة للتدابير والاحتياطات التي اتخذها المعمار سنان، أعتقد بأننا قادرون على تقييمها، فكل بناء كان تم التخطيط لها من قبل المعمار سنان إلى الآن هي مباني قوية. هذا طيب، ما سر هذا الصمود؟ في الحقيقة لا يوجد هنالك سر، فكل مهندس أو كل إنسان يقوم بعمله بإتقان. أعتقد بأن هذا هو السر، وأعتقد أيضا بأن الله سبحانه وتعالى أيضا، فإذا ما كنت تعمل فالتوفيق دائما يأتي من الله سبحانه وتعالى. كل الآثار والمباني التي صممها المعمار سنان في الحقيقة هي رونق تاريخي، وهذه المباني هي قوية ومتينة تقاوم الزلازل ولا تحتاج إلى عمليات الترميم، لكن هنالك العديد من المباني في أدرنا مثلا جامع السليمانية أيضا تعرضت لبعض الكوارث التي أجبرنا على عمليات الترميم فيها. بغض النظر إذا كان العمل متقنا دائما يؤدي إلى عمر طويل لذلك المباني، فلو قمنا بتقييم للمباني فالعمر أو المعدل الوسطي للمباني 100 عام، أما إذا كان البنايات ممرة فهي 100 سنوات. آيا صوفيا، وكتبتم مقال بعنوان آيا صوفيا وترميمه سنة 2016، لو تحدثنا عن هذه التجربة وما الذي ميز عمليات ترميم آيا صوفيا عن غيرها من المعالم الأثرية أو التاريخية؟
في عام 2006 كان هنالك مقال وكتاب لي، وهو كان مشروع الدكتوراه بالنسبة لي في هذا المجال. أما موضوع هذا المشروع أو هذا الكتاب فهو السنوات التاريخية التي مرت على آيا صوفيا كبناء معماري منذ البناء الأول لآيا صوفيا، وعبر سنوات التاريخ كانت تعرضت للعديد من العمليات، فالقبة الأساسية كانت مرتكزة على أربعة عواميد. كانت هذه العواميد هي متساوية، لكن هنالك بعض الحسابات الهندسية. أعيد وأقول بأن البناء الأول لها كان غير سليما من حيث الحسابات الهندسية، لكن دائما في عهد الدولة العثمانية كان هنالك عمليات ترميم. مرة أخرى أقول البناء الأول إن كان سليما فعمليات الترميم أيضا تكون سليمة، وهذا يؤدي إلى في أو المواد والمستلزمات المستخدمة كانت من أجل عمر طويل لآيا صوفيا، أي تتحمل مئات السنوات. نعم، شكرا جزيلا لك البروفيسور الدكتور حسن فراد دكير على قبول هذه الدعوة. شكرا لكم أيضا. تخرج الشخصيات التاريخية من ثنايا الكتب لتملأ أسماع المشاهدين وأبصارهم بأحداث ووقائع محبوكة في قالب قصصي شائق. ففي المسلسلات التاريخية لا تعود تلك الشخصيات مجرد أسماء، بل تصبح أبطالا يشاركون مشاهديهم أيامهم ولياليهم. فلا عجب أن يلقى هذا النوع من الأعمال التلفزيونية رواجا متزايدا، وأن لا يقتصر إنتاجه على شهر رمضان. المزيد في التقرير التالي للزميلة أروى الباشا. نشاهد. Çakalların hükmü kurt ayağa kalkana kadardır. متربعة على عرش الأعمال الدرامية وملكة أسطورية لم يقدر على إزاحتها أحد، المسلسلات التاريخية بقصصها وأبطالها ما تزال لوناً مفضلاً على المائدة الرمضانية لدى المشاهد العربي. تحاول الدراما أنه تكون جزء من السرد الشعبي للناس، لذلك كانوا مثلاً المقاهي القديمة كانوا بيقرأوا لهم قصة أبو زيد الهلالي وقصة عنترة، وهي القصص كان هذا يعني هي الدراما اللي كانت حاصلة في هذيك الأيام. بيحب يشوف القصة اللي قرأها بشكل جامد إذا صح التعبير من كتب التاريخ، لأن كتب التاريخ غالباً تكون كتب جامدة فيها بس سر التاريخي. بتحب تشوف الشخصيات حية، تشوف الحركة، تشوف الحياة، بتحب تشوف طريقة تجسيد الصراع وربطه بالواقع. هي الأشياء بتخلي الناس تحب تشوف هي يعني المسلسلات التاريخية. في نهاية القرن العشرين بدأت الأعمال التاريخية تدخل مضمار الدراما عبر تحويل مجموعة من الأحداث إلى قصة ملحمية محبوكة الأطراف ذات أبعاد اجتماعية وسياسية يتحكم فيها خيال المؤلف مع احترام الثوابت التاريخية. ليس من وظيفة الدراما أن تؤرخ، التاريخ يؤخذ من مصادره من الكتب من المراجع، لذلك وظيفة وأيضا الدراما ليست فيلم وثائقي، أيضا هي مسألة مهمة. يعني وظيفة الدراما أن تحاكي التاريخ وأن تحاكي الشخصيات وتصوغها بشكل درامي بشكل محكي من خلال الشخصيات.
الدراما التاريخية لم تعد تقتصر فقط على الموسم الرمضاني أو على الجمهور العربي، بل تعدت المحيطات والبحار ووصلت شهرتها إلى أصقاع مختلفة من الأرض، وصول مؤثر استطاع بناء جسور من التواصل الثقافي والحضاري بين الأمم والشعوب. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا، نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.